لا، سيكون هناك تعاون متزايد في إطار الطاقة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستخراج المعادن الطبيعية التي تغطي مثل هذه المجالات، مثل الطاقة والنقل والأمن والزراعة. وكذلك اتفقنا على أنه بالاتساق مع كل هذه المجالات سنواصل العمل التجهيزي لكي نتمكن من الحصول على اجتماعات بين الحكومات للمجالس، والتي من المخطط أن تعقد هنا في أديس أبابا في أكتوبر. نحن نستعد للحصول أو لعقد جلسات بين الحكومات ترويجية وتحضيرات من المتوقع أن تعقد هنا في أديس أبابا في أكتوبر. ولدينا تقليد جيد في التعاون العسكري، وأعربنا عن إرادتنا في تطبيق هذه التطورات ومواصلة التعاون مع أصدقائنا الإثيوبيين وتعزيز قدراتهم الأمنية. تحدثنا عن التعاون العسكري والفني اليوم، وأكدنا التزامنا بالتطوير الخاص بالقدرات الدفاعية، وسنقوم بتطوير الثقافة الإنسانية والروابط في مجال التعليم. فروسيا مستعدة لكي تواصل دعم إثيوبيا وتدريب الموظفين الإثيوبيين في العديد من المجالات. وكذلك نحن سنعزز التعليم الإنساني، وروسيا ملتزمة بتزويد التدريب الضروري لتدريب الإثيوبيين. وكذلك سنطور تعاون ممتاز في مجال الرعاية الصحية، وقد أنشأنا مستشفى روسي هنا والذي يعمل نيابة عن منظمة الصليب الأحمر الروسية، وقد اتفقنا على أن نجعل هذا العمل أكثر كفاءة. وتحدثنا اليوم كذلك عن تحويل المعارض البيولوجية المشتركة بين روسيا وإثيوبيا، والتي تعمل على مدار اليوم. وكذلك اتفقنا أن الإجراءات التي ستتخذ ستكون ذات كفاءة، والتعاون بشأن المعارض البيولوجية. وشراكتنا أو شركاؤنا قد أحاطونا بشأن تطورات الوضع في إثيوبيا، وقد أكدنا على دعمنا للجهود التي تقوم بها الحكومة للتخلص من عدم الاستقرار وحل الأمور الرئيسية في الأجندة الوطنية. تمت إحاطتنا من قبل أصدقائنا الإثيوبيين بشأن التطورات وسبل تحقيق الاستقرار في البلاد وإيجاد الحل الإيجابي وإنهاء الأزمة. وتقليديا وتاريخيا كانت لدينا علاقات أو مواقف متشابكة بين الحكومتين، وكذلك ناقشنا الأمور الدولية. وهذه اللقاءات تعقد بين روسيا وإثيوبيا لكي تتم مناقشة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أن الشيء الرئيسي الذي ينبغي أن يحترم هو سيادة الدول والمساواة بين الدول. أكدنا على احترامنا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. نرى أن هناك محاولات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وهي محاولات متناقضة تتناقض مع هذا الميثاق لكي يفرضوا أفكارهم ولكي يروجوا للاعيبهم السياسية.
الولايات المتحدة وحلفائها تناقض مبادئها وتحاول فرض هذه القيم على الدول الأخرى. وفي هذا السياق أحطنا بشأن التطورات الأخيرة بشأن إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا، وأصدقاؤنا الأوروبيون كانوا يتحملون مسؤولية ومسؤولية متوازنة. أحطنا بشأن الأحداث الأخيرة بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، وأصدقاؤنا الإثيوبيين يتحملون المسؤولية معنا. والمحادثات هنا والمحادثات السابقة مع الدول الإفريقية التي زرناها قبل إثيوبيا تظهر أن شركاءنا الأفارقة يعرفون ويدركون جيدا محاولات الغرب في عرقلة الأهداف التاريخية وبناء النظام الديمقراطي، ويحاولون أن يتوجهون بنا إلى مستقبل أو إلى عالم أحادي القدم. والإثيوبيون يفهمون أن الغرب يحاول أن يوقف إنشاء النظام الديمقراطي، وأن جزء من العملية الموضوعية هي خلق عالم متعدد الأقطاب، والنظام متعدد الأقطاب يجعل الدول تقرر مصيرها وتعرف المسارات التي تتبعها لتسوية الصراعات والأزمات التي ما زالت تتكشف في القارة.